التيمم، هل الترتيب في التيمم بين الوجه والكفين واجب؟ قد وردت عدة روايات في ذلك. كل الذي ينبغي على ظاهر الكتاب العزيز وتمسح بوجوهكم وايديهم. ايوه. في حديث عمار ومسح بوجهه وكفيه، قال واجب ان يبدا بالوجه ثم الكفين في الوضوء الشرعي في الوضوء. اما في الجنابه فامره واسع، في الجنابه ثم عن الجنابه امره واسع، لكن افضل يبدا بالوجه ثم الكفين حتى في الجنابه. اما في الوضوء فالواجب يبدا بالوجه، لان هذا هو المنصوص في كتاب الله، وهو الذي جاء في بعض الروايات، فتفسر الروايات بعضها بعضا، وتحل الروايات على ما دل عليه كتاب الله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نبدا بما بدا الله به، قاله في الصلاه والمروه، فهكذا يبدا بما بدا الله في الوضوء وفي التيمم. هذا الذي ينبغي المؤمن. نعم.